فالزمالك رجع بشكل مختلف شويه، اللي هو ايه؟ الاهلي راجع تقريبا عايز ينفذ نفس استراتيجيته، وفايلر حاطط بصمه على الفريق ظاهره جدا تختلف تماما عن بصمات كل سابقيه، بداية مثلا لو قلنا حتى في السنوات الأخيرة. إيه الاختلاف اللي أنت شايفه؟ يعني إيه البصمة المميزة جدا اللي حطها بايلر في فريق النادي الأهلي اللي أنت شايفه؟ أربع بصمات كبيرة، كبيرة قوي فنية. البصمة الأولى إنه أول مدير فني في الكورة المصرية، مش في النادي الأهلي، يصبح عنده اللعيبة اللي في قلب الدفاع هم أول نقطة للهجوم. يعني هو كان طالب، مش عايز الديفندر، مش عايز اللي هو قصدي السنتر باك اللي هو عنده قوه بدنيه بس بيشتت وبيطلع، عايز حد يبني من تحت، اللي هي نماذج قديمه كانت موجوده كتير. لا، ده عايز يبدا. عشان كده كنت تبص تلاقي ايه متولي عنده، دي ايمن اشرف عنده، دي رامي ربيعه عنده، دي. فهو حابب اللعيبه اللي بتبني من تحت، اللي بتبني من تحت. فده اول مدير فني في الكره المصريه يعتمد على السد باكات كنقطة بداية للهجمات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان هو اول مدير فني في الكرة المصرية ما عندوش مركز ستة. ايه مركز ستة ده؟ اللي هو الهاف ديفندر التقليدي، اللي هو 90% في واقف، ولو 10% بس لو طلع حتى في كرات ثابتة ما بيمسلحش. ومالوش تسديد وكلام. بص بقى، شوف حسام عاشور استبعد من حسابات، بغض النظر عن الاحداث اللي حصلت بقى دي. لا، بنتكلم فنيا. استبعد من حسابات فايلر. فنيا. ماشي؟ اما فايلر جه، وانا قلت الكلام ده في الميديا وموجود مسجل، في بعد ما جيب 3 4 اسابيع، قلت انا زعلان ان واحد زي حسام عاشور بتاريخه ده كله خلاص، من قبل بقى ما يحصل كل ده. انت قريب يعني من بدري. قريها من بدري ان هو ايه، خلاص عارف. انا قلتها نموذج، طارق حامد ده لعيب كويس قوي في الزمالك، لو طارق حامد في الاهلي فايلر مش هيلعبه، اللي هو الكلاسيك ستة. ستة، اللي هو الهولدنج، بيسموه الهولدنج ميد فيلدر، اللعيب الثابت اللي بيتحرك الفريق من حواليه، وهو اللي دايما بيسقط قدام الاثنين سد باكات، وما بيتقدمش كتير، ما بيسددش على المرمى. عشان كده ايه، كان عندنا ناجحين لعيبه كتير في الحته ديت، لكن ما كانوش عندهم الحته اللي هو بيتقدم، فكانوا المدربين يحط واحد هولدنج والتاني واحد اللي هو بيستنى، والبوكس تو بوكس ده بيروح ويرجع، لكن في واحد ثابت قدام السرد باكين على طول. تعالى بقى بص فايلر عمل ايه، حط السوليه وحمدي فتحي، السوليه بيطلع الاثنين 8 بيسدد على المرمى بيشوط، حمدي فتحي بيطلع بيكمل في الاجناب بيسدد على المرمى، بل وبيلعب ضربات راس. من النادر جدا في تاريخ الكره المصريه ان هاف ديفندر كان بيلعب ضربات راس، يجي له كره عرضيه يلعب ضربات راس. يعني حمدي فتحي جايب جوال كتير بضربات راس، بقى بيلعب حمدي فتحي والسوليه. حتى اليو ديانج، اليو ديانج من اللعيبه اللي بتزيد مع الهجمه، بيسدد. اليو ديانج يمكن كمان اكتر شويه، كان حتى لما بيلعب مع عمرو كان مدي مساحات لاكتر عمرو شويه. يعني احنا كنت بتفرج انه بيزيد، بس مش بالشكل الكتير زي عمرو. فبيبقى في واحد دايما لو حتى بيلعب بفتحي وبيلعب بالسوليه، حمدي فتحي يزيد، هتلاقي عمرو السوليه اللي واقف. عمرو السوليه بيزيد، يبقى برضه عشان الناس تفهم مش الاثنين طايرين مع بعض. لا، مش الاثنين طايرين، هي الفكره انه خلق جواهم ان هم لا، انا مش عايز حد واقف على طول، انا عايز يبقى طالع، عايزه يجيب جوال ويلعب كرات عرضيه ويكمل في العمق ويكمل في الاجناب وينزل لتحت، يبقى هو زي سرد باك ثالث.